السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، نتوما لاباس؟ كي دايرين؟ كي داير الاحوال؟ وين الدهر؟ مبروك عليكم اسيدي العواش، مبروك عليكم اسيدي. شعبانه وخالد شعبانه وانت شعبانه، قاتلكو غا بالحنه، ديري الحنه وغادي نكذبو عليكم، تزوجو بعدهم. وين انت شريت جوج مقلات، تعرفوا باش؟ باش نشويكو في هذا رمضان. هانتو نحرق لك الطاسيل والفاصيل، اش تقدير؟ هادو مزينتو حسن من الاخرين، دوك اللي يكونو مسبوخين. شريت جوج، تعرفوا واش غادي ندير؟ بزاف اللي قالت لك هادو خاصك دير لنا التفوسيخه نتاع الحليب نتاع سعر الكراهيه والتمريض والتفريق والخويويه وكل العكوسات. لكن اليوم غادي نديرها لكم على المباشر باش تعلموا، فهمتوا؟ باش تعلموا. انا غادي نديرها باعشاب بزاف، ولكن انا كنديرها باعشاب بزاف من كنكمل للناس الخدمه وكنديرها لهم، فهمتوا؟ لكن نتوما ديروها غير بالاعشاب اللي عندكم، فهمتوا؟ اوكي، راكو دايرين كي داير الاحوال. وي بتي خيتي، ما بقيتش تدخلوا، يمكن راكو خايفين من رمضان. هذا الجاوي الاسود، كاين اللي ما تعرفوش، هذا الجاوي الاسود شفتو، وهذا الابيض، هذا الجاوي الابيض زينته. انت خيت كركو دايرين كي داير الاحوال، اكثر فعلا سحر التفريق وسحر الكراهيه وسحر التمريض. علاش قلت لكم ديم ديم جمعوا الفوط اللي تمسحوها بها وجهكم، اللي تمسحوا بها الجسد ديالكم، التصاور ديالكم، ودم الحيض ودم النفاس. اصعب سحر سحر الكراهيه، لان انتشر، يشوفوا المراه وهي وراجلها ضاحكين لاعبين ما عندهم والو، ما الا كان عندهم اوف، فهمتي؟ اكثر هادشي ما عرفنا كاع مال منتشي. شي وحده تقول لك عبوستي، شي وحده تقول لك اخت الراجل، شي وحده تقول لك صاحبتي، شي وحده تقول لك صاحبي، كلها فين. الله يهدينا خلق صح، مال منتشي واحد ما عرفنا حنايا ما نديروش يد، فهمتوا؟ لكن ديما باش تحضيو رسانكم، ديما سيرتو المزوجات، ديما حضيو رسانكم، دم الحيض هاديك ما ترميوهاش في الصليح، تبقى مصليح صليح، وكيجمعوهم وكيتباعو كيخدمو بيهم سحر الفساد وسحر التمريض. انتي مريضة وهاديك مسكينة اللي سحروا لها تاني كاينة مريضة، ما تعرفي الضربة كاع من جاتك، كيتهزهم كل حد نتاع الصليح، يعني فين كيرميو الزبل حاجك، كيتهزو كيتباعو بالملايين للسحاري، باش تحضيو رسام. هاديك هي تاوي حياتك، انت اللي مقدد لها تشدها وتحركها، فهمتو؟ لكن الله ياخذ الحق في عباد الله اللي كيفرقوا المراه على راجلها ووليداتها ويضعوا الدراري، وكثر هادشي كثر كثر. وكاين ثاني كاين المراه اللي كيديروا هذا، يفرقوها على ولدها ولا على بنتها، راه ماشي نقولوا غير المزوجات، كاين ثاني كاين المراه ولادها ما مزوجين وبناتها ما مزوجينش، يفرقوها ثاني كاين على ولدها ولا بنتها. علاش انت حاشاك غير دم الحيض وعصرها لك في الكاميره سحر الدم، ما يشوفوش فيك وما تشوفوش فيك، باش تحضر راسك. غادي تقول ابراهيم راه قلت راه عالمي معروف، فهمتوا؟ باش تحضيو راسك، دم الحيض دم النفاس تاع بنتك ديروها لكم بينك وبين ولدك وكيسميته صافي، ديروها تاني كي للخو مع الاخت، شي ما يعملش شي، ولد العم مع ولد العم شي باش، الصديق مع الصديق شي ما يشوفش، المعلم ديالك وانتيا وداروها لك في هذاك الشيء كلشي. اليوم انتشر هادشي، انتشر انتشر انتشر، حضيو راسك، ديروا سانكم صوالحكم، جمعوا صوالحكم، ما تثقوا حتى في شي حاجه، تشوفوا شي عدو والله شي عدو جاي عندكم الدار تعرفوا تسحر وما تقدروش تكلموا، ديما اخروا بالفيجل والدفله، جوج اوراق الدفله والفيجل باش اللي جايبه معاه تفسخ. كاين شي مره كيكونوا شي وحدين هازين تحسين وقبول، يقدر يقضي عليكم، فهمتوا؟ يقدر يقضي عليكم باش تفسخوا له الفيجل والدفله. شحال من عاد تقول لك الدفله دير الكراهيه؟ لا لا لا، الدفله ما ديرش كراهيه، حتى كتبوها الا ما كتبوهاش بالطلسه وكتكتب بحروف
اللي ما تعرفش الدفله، الدفله هي خاصها تكتب باش يديرلك بها الكراهيه، خاصها تكتب ماشي غير خلط وديرها، خاصها تكتب باش تحكم الكراهيه، خاصها تكتب. تكتب بالطلسم، كتكتب بحروف او تكتب ارقام، فهمتو؟ تكون باسمك وكزمي تاعك باش تكتب. بصح وحدها تسلك كيسحروا بها وكتسلك تاني، فهمتي؟ ديرها زوينه بزاف صح تفرق كراهيه. درك هاني انا درت شويه قدام كل الكسم تاع الحليب، وغادي نزيد نكمل، غادي نجيبو اللي غادي نديرها لكم الحليب. انا كندير هكا، كندير يطرا ديال الحليب. علاش درتها في المقلة؟ تقريبا سحر التفريق والكراهية والخيوبية، اما تكون كالية او اللي يديروه لك في المقلة او لا في المرميطة ويبقى يدلوك، او لا يكون مردوم ولا كسم. اغلبية اللي كيديروه في ديورهم كيديروه لك في المقلة. علاش درت لك المقلة؟ انا درت هنايا شويه عرعر قبل كل، لان رميت واحد الفيديو قصير. هنا حنا غادي نديرو عرعر، عرعر ما يخليها. وهنايا الشيح، وكلام الناس وسحر الناس يديه الريح. هنا عندنا الشيح، هنا نديرو غير طوبه ديال الجاوي الابيض، غي طوبة وحدة غادي تطلق. اللي بغات تطحنها تطحن، من شت لي الوقت باش نطحنها كنديرها هكا يطلق. والجاوي الأسود ضروري نديرو، الجاوي الأبيض والجاوي الأسود. اللي عندها الشب اليماني ديرها، اللي ما عندهاش ما ديرهاش. الشب اليماني هو هذا، شتو؟ الشب اليماني هو هذا، كيجيني مزيان. لكن راه عندي هنايا مطحون غبرة، ها ديرو غبرة ونشوفها هكا. هنايا انا عندي اللي عندها ديرها، ديرها ولا ما ديرش. عندي اوراق خروف، ندير جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. اللي ما عندهاش اوراق خروف ما ديرش. وهنايا غادي ندير الدفلة، لان حنا سحرنا بالدفلة، غادي نديرو الدفلة غير وحدة. غادي نجيب المعلقة وغادي نخلط هاد الأعشاب. انا كنقرا عليها عزائم. نتوما الا عندكم فين ترميو هاد الحليب، في شي شجره او لا في عشب او لا في البحر ولا في الواد، قراو عليها القران. واخا تلقي غير القران ديال الكسم، فهمتي؟ انا كنديرها، ندير عليها سوره الرحمه، زوينه لا الرزق ولا التيسير. انا كنديرها ديما، فهمتي؟ وباش يتفسخ الدرش. هاني درك انا درت هادشي كلشي هكا وخلطتو. وشي مرة بلا ما كيزمي تاع سورة الرحمن ديريها في التليفون، وتخلي التليفون هنا حدا وهو راه يقرا عليها. بصح إلا عندك فين ترميه الحليب والأعشاب ديالو، ترميه كلشي على شجرة، فهمتي؟ أنا درك غادي نجيب صورة، فهمتي؟ باش متفهمش الصورة اللي خدمت بها للدون أنايا، حتى درت له للدون ودرت له تفوسيخة تاني كي سميتها، ودار صوالح الوراثة. ونفس الصورة اللي خدمت فيها للدون، نفس الصورة تاني كي نفسخ بها. كل ما نفسخ بها تاني كي كنغسلها ماء الزهر، كل ما نضرب للدون كنغسلها ماء الزهر، فهمتو؟ وماء ورد. لكن درك غادي ندير الصورة، غادي نديرها هنايا ونخليها ترطب. الشاوي من الأحسن نتوما طحنوها. انا راني غير نوريكم درت الصوره، وغادي نخليها، تقدري تخليها نهار يومين، فهمتي؟ درت عليها المعلقه حتى ترتخف. راني درت الصوره هنايا ونخليها هنا يومين. انا عندي الاعشاب من هنايا، وعندي الواد، وعندي ثاني كل البحر بعيد عليا ثاني كي، ونمشي نديرها. هذه هي التفوسيخه تاع الحليب، العرعر، الشيح، الجاوي الأسود والجاوي الأبيض. علاش درنا الجاوي الأسود والجاوي الأبيض؟ باش يفسخ ورقة نتاع الدفلة، وسبعة ديال الوراق ديال أوراق الخروب. اللي ما عندهاش خروب ما ديرها في الصحراء، كاين عند العشاب، فهمتو؟ وراه زويل لفك السحر، وراه واعر واعر. اللي عندك تاني كاين خضر، تاني كاين تطحنيه،
ثاني كاين خضر تطحني هكا وطيبي واحد 5 دقائق باش يطلق وصفيه وشربي هذاك الماء واعر للسحر المأكول. انا عندي هنايا من كي سميتها حيت نسكن حيت الغابه قريب للغابه كلشي كنجيب الغابه حدايا كاع والواد حدايا فهمتوا. هذه هي الوصفه ويا ربي يطلق سراحكم وغادي ندور لكم باش تشوفوا كي درتها في كي سميتها. ها هي شتو ها الصوره فين درتها وهاني درت العرعر والشيح الجاوي الاسود والجاوي الابيض وهذا اللي راه شوف برتقالي هذا كيسم تاع الشب اليمني كان ما تعرفش الشب اليمني هو هذا. شوفوا انا كنشري وراني عاد باغي نهرس شتو تا هو الشب اليمني راني هزيتها حيت كاين داك المطحون تما واوراق خربت اللي ما تعرفهاش هي هذه لان حدايا غير هو فهمتوا. وتبارك الله عليكم والله يطلق سراحكم.